الجبناء يستقون على النساء والضعفاء المكبلين، هذا ما عرف عن الجلادين والمعذبين من مرتزقة النظام الخليفي في البحرين. آخر ضحايا هذا النظام الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، والتي اختطفت ليلة البارحة 3 يوليو الحالي من قبل العناصر المخابراتية المدججة بالأسلحة، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة. مهنتي أنني أعدب، فنون التعذيب عندي، يعني دائما كان يأكد أنه يفتخر أنه جلاد، وأنه أنا الوحيد أصارخ من الحين إلى باكر في ذا المبنى، لا حد بيقدر يسمعني، لا حد بيقدر ينقدني. ذنب هذه المرأة المناضلة أنها لم تستسلم للجلاد ولم ترضخ لسياط التعذيب، حملت هموم الضحايا وجابت الأمصار تتحدث عن مظلومية شعبها. لذا سنستمر في الحضور الفاعل على كل المستويات الحقوقية، وسنقف مع الضحايا ونوصل صوتهم وندافع عن حقوقهم ونبلسم جراحاتهم، لأن ذلك صوت امرأة يسلب الرقاد من عيون الجلادين، وموقف حرة عن 1000 شارب من أشباه الرجال. باعتقال الناشطة ابتسام الصايغ يتجاوز عدد الأسيرات في سجون النظام 10 كلهن أمهات، وأنه لعار سيلاحق الخليفيين أبد الدهر، كما أن القضية بحسب المراقبين تحمل الجميع دون استثناء مسؤولية النهوض والدفاع والتصدي، كل من موقعه وقدرته وواجبه. فهل ينفجر الصبر الذي يغلي في الصدور ليتحول إلى بركان يتطاير شرره على حصون النظام الخليفي؟ سؤال تظهر إجابته مع ما تخبئه الأيام وميادين البحرين التي تأبى الانكسار والتقهقر.